ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، يطلع له أسد يقتله، يطلع له غزال ياكله، يطلع له حصان يركبه، يطلع له كلب يعضه، يطلع له ناموس يبرسه. كلب ايه وناموس ايه؟ كلب ايه وناموس اللي هيطلعوا له في الصحراء يا اهبل؟ ايه دول؟ ما انت لسه مطلع يا عم اسد وغزاله في الصحراء. انا قلت لك حاجه؟ اهي لمطتك دي بقى اللي هتخليني مش هكمل لك اي حاجه. لا 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 انا اسف يا دول، انا غلطان، انا اسف. كمل يا دول، كمل والنبي. ياد انا بفيدك ياد في التاريخ ياد. المهم بقى، فضل رمسيس ماشي في الصحراء ماشي لغايه ما وصل لميدان رمسيس. لقى تمثال رمسيس، اتاكد ان هو ده الميدان. دخل المحطه، ركب القطر بقى الفرعوني يلا ها، واداه لغايه الاقصر عند عيلته بقى، اتلم مع عيلته. عيلته دي يعني اللي هي الاسر يا دولا، زي الاسره اللي هي ال 17 والاسره ال 21 وكده هون. يخرب بيتك، ابتديت تفهم يا ده رمز اهو. الله، تلميذك يا دولا، تلميذك. المهم بقى، لما عيلته بقى اللي هم ايه، اللي هم نفرتيتي بقى، على توت عنخ امون، على خوفو، على العيال دي كلها، واخد بالك؟ وراحوا خدوا حته ارض بقى من المحافظه، وبنوا عماره فرعوني ضخمه كده اهو على النيل بقى في 6 اكتوبر. كانت زراعات لسه صحراء بقى، واخد بالك؟ وراحوا عاشوا بقى كلهم بقى هناك في العماره، وقاعدين مع بعض بقى، لم شمل الاسره يعني كلها. يا دوله، يعني الاسره الاولى كانت ساكنه في شقه واحد، والاسره الثانيه كانت ساكنه في شقه اتنين وكده هون يعني، صح؟ يا ده انت تدرس تاريخ بعد كده يالا، برافو عليك. رمسيس بقى كان ساكن في شقه 12 عشان هو الاسره 12، بس كان هم بنيين العماره على شقه، فهو كان ساكن في السادس بقى. ياه، السادس دي عاليه قوي يا دوله. معلش بقى، ما هو الاسانسير بردك بيسهل. اسانسير يا هبل، ياد ايام الفراعنه من يجي بتاع 300 سنه على الاقل كان في اسانسيرات يا عبيد. امال يا دوله، امال ايه؟ كانوا بيطلعوا ازاي وينزلوا ازاي دول؟ ما عشان كده بقى يالا اخترعوا المسله، يحطوا المسله قدام العماره الفرعوني، يجي مثلا رمسيس رايح الشغل، مراته تحضر له الفطار وبتاعه، يقول لها سلام عليكم كده، ويقوم ايه نازل واخد طرف المسله من فوق، ويقوم الزحلق نزل على تحت، خد بقى العجله الحربيه اللي هي العربيه بتاعته دي، وطالع بقى على شغله في الوزاره وبتاع. الله يا دولا، الله. طب ويا دولا لما بيخلص بقى شغله ويجي مروح بقى يطلع ازاي؟ ما بيرجع المسألة بيرجع في الاسانسير بيطلع في... ولا اهي لمطتك دي اللي ولا مش هحكي لك حاجه تاني. يلا يلا ايه دولا، انا عايز استفسر، بيطلع ازاي؟ انا قلت افيدك يلا، وانت مش عايز تستفيد اطلع بره. يلا دولا عايز استفسر بقى. ما تستفسرش، اطلع بره. خد 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 خد، تعال تعال تعال. عايز ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحث. يلا غور بقى من وش، غور من وش. واما تيجي هبقى احكي لك يلا بتاعت اخناتون يلا. انهي دي يا دول؟ اللي هم كان نسايبه مش عايزين يجوزوه، اللي هي البت اللي كان بيحبها وبتاع. يلا اتكل على الله، بره يلا. انا الدكتوره هبه المنصوره. اهلا وسهلا حضرتك دكتوره، انا مش عيان يعني. I'm a psychiatrist حضرتك، وبدور عليك من زمان. يعني ايه؟ يعني دكتوره نفسيه. دكتوره نفسيه حضرتك؟ طب وانا مجنون يعني ولا ايه؟ لا حضرتك فاهمني غلط، دي الشهادات اللي بتثبت ان انا متخصصه في علم التعايش. شهادات، واضح ان انت مقدمه على وظيفه، لا العنوان غلط حضرتك. مش حضرتك الاستاذ عادل سعيد؟ الله، ده انت عامله تحريات عني بقى. لاني عاوزاك في موضوع خطير. موضوع خطير ايه؟ هنهرب اثار ولا ايه؟ بعدين دلوقتي هدرسك. تدرسيني ايه حضرتك؟ هو انا كيمياء عشان تدرسيني؟ لا حضرتك راجل وعايش مع ست ستات، يعني قمه في التعامل مع التعايش. قمه مع التعامل مع التعايش، بعد اذن حضرتك يعني انا مش فار تجارب عشان تعملي عليا دراسه حضرتك يعني. يا استاذ عادل، انا بألف كتاب. وانا مش صاحب مطبع، مين اللي قال لك عليا؟ ولاد الحلال هم اللي دلوني عليك. دول مش ولاد حلال، دول ولاد حرام. وشخصيه سايكوباتيه كمان، ده شيء هايل هايل. سايكوباتيه؟ لعلمك بقى انا ممكن اقلب شخصيه بتنجانيه، وممكن اتهور على اي. لا انا هتهور عليك هنا. تهور على مين؟ انت مين؟ حضرتك اشتريت تمثال قط ابيض، اروح البيت الاقيه اسود. اسود ايه وابيض ايه؟ اكيد حضرتك كان معاك حاجه سودا بقى قاعد عليه. لا انتوا اساسا مستقصديني. يا عم مستقصدينك ليه؟ بقول لك ايه، مفيش تمثال واتكل على الله. لا اطلع بره. لا لازم اخد حقي. تاخد حقك يعني ايه؟ مفيش حق واطلع بره بدل ما تضربك. انت بتسوقني والله العوره. تعور مين؟ تعال ورينا تعورني ازاي. طبعا انت هتشهدي باللي انت شفتيه. ما اضمنش. يعني ايه ما تضمنيش؟ انت جاي تتعلمي الندالة عليا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ابوس ايدك. هو انت كنت وافقت اني ادرس حالتك؟ انا سامعه انك عايش في وسط ضغوط كتير. ايوه بس الضغط المره دي ممكن يدخلني السجن. يا عم السجن للرجاله. يعني ايه؟ يعني انت مش هتشهدي معايا ولا ايه؟ مصلحتي فوق كل شيء. ماشي، عموما اللي ملوش اهل الحكومه اهله.
انت المجني عليه؟ ايوه يا باشا انا المجني عليه. مش بكلمك انت. ايوه يا باشا انا المجني عليه. اللي قدامك ده اهو انقض عليا زي الفك المفترس. بص سيادتك بيقول لك ايه، بيغلط او الحق بان لوحده اهو. سبحان الله الحمد لله، يعني بيقول لك الفك المفترس. ومن المعروف ان حيوان الفك المفترس حيوان مفترس يعيش في البحر الاحمر، وبهذا الواقعة حصلت في البازار، وبهذا يكون هذا المتهم اتجن عليا. والسلام عليكم. والسلام عليكم. استنى هنا، تهجمت عليه ليه؟ حضرتك انا ما تهجمتش عليه، ده هو اللي دخل عليا البازار وهو اللي تهجم عليا الاول. سيادتك يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول. يا باشا والله يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول. وبالأمارة حتى اسأل رمزي. مين رمزي ده؟ رمزي حضرتك ده المساعد بتاعي، بس هو ما كانش موجود معايا ساعة الخناقة يعني. واسأله ازاي اذا كان هو ما شافش حاجة؟ اضربوه بقى واضغطوا عليه وكهربوه لغاية ما اعترف كل حاجة. الورق اللي عندي بيقول ان في شهادة معاك، مين هي؟ انا يا حضرة الضابط، وهشهد بكل حاجة لانه القانون لازم ياخد مجراه. انت هتعملي فيها امينة رزق؟ خلي بالك انت الشهادة الوحيدة، وشهادتك دي هتحدد مين الجاني ومين المجني عليه. الاستاذ عادل ايه هتهزري ولا ايه؟ الاستاذ عادل ده. طب وابحاثك ايه ودراساتك نسيتي ولا ايه؟ هتسيبني ادرس حالتك؟ كل اللي انت عايزاه اعمليه براحتك. هتستحمل؟ هستحمل؟ ده انا مستحمل رمزي مش هستحملك. هتتعب. ولا يكون عندك اي فكره يا حضره الضابط. الشهاده هتقول شهادتها. شهادتك يا دكتوره. انا ممكن اعرف عنك كل حاجه. حضرتك انا ممكن افضلك نفسي ساعه كل يوم اسمعك فيها ما يطلبه المستمعون. ساعه مش كفايه لاني هشتغل على محورين. محورين اللي هما ايه حضرتك؟ اول حاجه اني ادرس حالتك، تاني حاجه اني اصلح من شخصيتك السايكوباتيه. تصلحي من شخصيتي يا حضرتك؟ انا شخصيتي كده عجباني. يبقى خايف لا تنكشف. انكشف ايه؟ ده كلام فارغ. ده ايه اللي بتقوليه ده؟ العيال الصغيرين لما بيغلطوا بنقول لهم ده كده غلط ونصلح لهم. حضرتك ده بالنسبه للعيال الصغيرين، انت شايفه ان انا عيل صغير؟ ما انا شنب اهو، كان عن شنب وحلاق. ده مجرد تشبيه. حضرتك كده شكلك جايه تهزري. خلاص بلاش، اطلع على النيابه واقول لهم. لا حضرتك نيابه ايه؟ عيب ان دكتوره حضرتك زي في مقام حضرتك تروح النيابه، عيب يعني. ما انت اللي مش راضي تقتنع، هما يومين استحملهم ويا دار ما دخلك شر. ما الشر دخل خلاص حضرتك. يعني عموما ايه المطلوب مني؟ انك تتعاون معايا. حاضر هتعاون معاكي. وتعمل كل اللي انا بقولك عليه. كل اللي بتقوليه عليه لا دي ما اضمنهاش. هروح النيابه. اضمنها برقبتي. تروح تقول لهم في البيت ان انا جايه من محافظه عشان ادرس حالتكو واديكو شقه. موضوع الشقه ده من امتى؟ هي الحدايه بتحدف كتاكيت؟ بتحدف كتاكيت تلات اوض وصاله يا سناء. والله ما انا عارفه يا ابني هتعمل ايه في الشقه لوحدك لما نسيبها ونمشي. افهم من كده ان الاستاذ عادل شخص انطوائي؟ لا لا يا حبيبتي، عمره ما لبس طوائي. طوائي؟ ما شاء الله يا ماما دايما بتنصفيني كده الحمد لله. طب ولما كبر كانت شخصيته بتميل للعنف؟ نيفر ايفر. بيبي ده ما فيش زيه، ده زوج مثالي طول عمره كده، يعني هادي كده واليف. اليف؟ انت بتتكلمي على قطه، فاضل تقولي ان انا ما بخربش يعني. طب عمره ما زهق واتعصب عليكم؟ ولا ليه ولا لا، ده اوفر ومقفر في كل نرفزاته على طول كده يعني، لكن على طول كان بيهدى شايف يعني. وياسمين كان بيذاكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول انا تعبان وماما هي اللي بتذاكر. انا متهالي بقى يا جماعه تقوموا بسرعه بقى تحضروا الاكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني. بس انا لسه معرفتش عقدتك. حضرتك عقدتي ايه؟ مفيش اي عقده ولا اي حاجه الحمد لله. وحضرتك انستينا وشرفتينا ونورتينا، واديك عرفت المطرح وسلام عليكم. ايه ده وبدري كده؟ طب يلا مع السلامه، براحتك موبايلات بقى. عادل انت بتطردها ولا ايه؟ مش بطردها ولا حاجه، بس هي مستعجله لانها لازم تلحق متو الانفاق، لازم تروح لاهلها بدري يعني. ما تحملش هم، انا قاعده معاكوا شويه كمان وانت تبقى توصلني بعربيتك بعدين. ده انت داخله على طامع بقى. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه، اهلا وسهلا بحضرتك، وحد يحضر لنا عشاء بقى. عادل احضر العشاء يعني ولا؟ يا ماما حضري العشاء عشان تلحق هي تتعشى وتروح منوره. قول لي يا رمزي. نعم. الاستاذ عادل بيعاملك ازاي؟
هو حضرتك بيعاملني بالشهر مش باليومية. حضرتك ده متخلف عقليا، انت بتسأليه وبتتعاملي معاه كبني آدم يعني. واضح ان عندك عقدة اضطهاد تجاه الآخرين. الله الله الله، وكمان هتطلعي لي عقد. انا مش عارف حضرتك دايما تطلعي فيا القطط الفطسانة. خلي بالك انا العلم كما بيزيد عليا الضغط انا مش عارف انا ممكن اعمل ايه. برافو برافو برافو. ايه انت مبسوطة مني ولا متضايقة؟ يا ست ما ترسيلك على حل او شوفي لك دكتور نفسي يعالجك. يا استاذ عادل انا كنت بس بنكشك عشان اعرف اللي في دماغك. حضرتك انت تعبتي دماغي خالص بجد، انا مش عارف اعمل ايه بعد كده يعني، وعماله بتسالي لي في رمزي وعماله مرمطه انا والعيله كلها، مش عارف اعمل ايه اعمل ايه. بصي انا بجد مش فاهم انا ممكن اعمل ايه. استاذ عادل انت بتشجع العنف؟ لا حضرتك انا بشجع الترسانه. انا حسبت لك كلامي بالدليل القاطع. رمزي خدامك، انت تعبان في الشغل هنا مش كده؟ انا ايه هتقول تعبان حضرتك؟ انا شايله على كفوف الراحه، وحضرتك لو بصيتي لوشه والقفاه كده هتلاقي كفوف الراحه معلمه عليه. وانا بعد اذن حضرتك يا ست هانم يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره. ما تبطل امور التسول ده تقعد تقول لا يون 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 السابل. يلا انا قلت قلت انا لا مونجن كده كده تغبي عليك قدام الدكاتره. ماشي بص حضرتك هو ابن عمي بس يعني اعصابه ساعات بتوسع يعني. اعصابي بتوسع لان اعصابي لو ضقت هتخنقك يا كرامز. شايفه بيقول هتخنقك ازاي قدام حتى ماشي. رمزي يا ابني ايوه اسمع كلام الاب الروحي بقى. انا واثقه ان انت بتتعب هنا اهو، شغل ومسح وكنس وتنظيف، بس كل ده هيتغير دلوقتي. الواحد ظهره اتقطم النهارده من شغل البازار اللي انا اشتغلته ده، انا عمري ما اشتغلت كده. هانت استحمل. ماشي ماشي ماشي. سوري يعني عادل كنت عايزه اكلم معاك في امور عالقه منذ زمن، فبس على انفراد يعني في سريه تامه. اتكلمي يا مدام انا مش غريبه ولا ايه يا استاذ عادل؟ طبعا دكتوره هبه مش غريبه، دي تعتبر واحده من العيله دلوقتي لدرجه ان انا بفكر اضيفها على البطاقه. اول طب هات 5 جنيه بقى عشان عايزين نجيب سكر. اديها. 5 جنيه تجيبي سكر؟ ده وضع طبيعي ان راجل البيت هو اللي يدفع الفلوس بتاعه السكر، وادي 5 جنيه اهي. ايه ده بكل بساطه كده؟ طب طالما كده بقى هات 10 جنيه. ايه 10 جنيه ليه؟ ما انت لسه واخده 5 جنيه ولسه ما برديتش في ايدي. انا حر عايز اجيب شاي. عايزه تجيبي شاي ب 10 جنيه؟ بقول لك ايه، ما تجيبي شاي من ابو 3 جنيه وتعمل لنا شاي خفيف بالمره يعني، عشان هو عايزه 10 جنيه. قوي قوي اتفضلي 10 جنيه اهي. انا مش مصدقه نفسي، عادل بيديني الفلوس كده بسيبان؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده يا ربي؟ طب هات 20 جنيه بقى. اكيد طبعا عايزه تجيبي الكوبايات اللي هتحط فيها الشاي. لا عايزه اجيب براد. براد؟ اما الفتره اللي فاتت كنتوا بتعملوا لنا الشاي في ايه؟ في كوز يعني؟ حاضر حاضر يلا هانت ونخلص. عادل نسيت اقول لك حاجه، المكواجي قافل 3 ايام جات له ضرب الشمس في الغالب. احسن يستاهل، اصل المكواجي ده يعني رخم. بقول لك ايه يا عادل، بمناسبه يعني المكواجي اللي غايب بقاله 3 ايام والله اعلم هيغيب اكتر من كده، ايه هتعمل ايه في قمصانك دي؟ مين هيكوهم لك القمصان دي؟ همك انت بقى في مكوتها بقى يا سناء. يلا ليه فاكرني جاريه ماجرها لك ماما بالاجره؟ اكويهم انت. ازاي يا استاذ عادل؟ ايه حضرتك انت فزعتيني، انا افتكرت ان انت مشيتي، انت لسه قاعده. انت متواكل. متواكل؟ لا والله انا لسه ما اكلتش، انا مستني الاكل على النار يعني. يعني بتعتمد على غيرك في الشغل اللي انت المفروض تعمله بنفسك، وده كله لازم يتصلح. ماشي حضرتك ماشي. سناء يا حبيبتي. بص يا سناء، انا خلاص ما تكويش القمصان وانا مش هكويهم ولا حد يقرب لهم خالص، لان بعد كده الدنيا حر هنزل بالحمالات. ها خلاص يا سناء يا حبيبتي سيبي لي القمصان وانا هكويهم هكويهم. طب بالمره يا عادل بما انك هتكويهم هتكويهم، عندي 15 فستان و13 جيبه و14 تيشيرت، ممكن تكويهم لي معاك؟ قوي قوي، ولو عندي كمان هدوم عايزاني اخدهم فمين تحت امرك. ولا تقلق المره الجايه هبقى اعمل حسابك. ماشي ماشي يا عادل عادل خلاص. انا شوف بابا شوف بابا مش قادره انا خالص، انا الجوانتي بتاعي اللي بغسل بيه الطبقات انا مش لاقياه، ومش ممكن اغسل طبقين واحد من غير الجوانتي ده. طبقين واحد هتغسليهم بجوانتي؟ ده الجوانتي ده اكيد هيتلخبط. بصي يا حماتي سيب الاطباق عنها ما اتغسلت. ها بصي يا حماتي سيب الاطباق انا باغسلهم مكانك يا حماتي. يا سلام يا حبيبي يا عادل تو تري جونتي. حضرتك في حاجه تاني؟ هي والدتك فين يا استاذ عادل؟
حضرتك اصل ماما يعني بتحب ساعه المغربيه تريح شويه يعني. انت ما بتقعدش معاها وتتكلم؟ اه لا حضرتك بقى من غير ما تقولي ها ولا اي حاجه انا هقوم هصحيها واقعد ارغي معاها لغايه ما تزهق مني. بابا ممكن تشرح لي الدرس ده؟ ده ايه ده؟ جغرافيا؟ ايه ده جغرافيا؟ دي جميلة جغرافيا. عودي يا حبيبتي عودي. يد اتنين كبة ألف أربعة ومحمد علي ودخل القلعة ومحمد علي دخل القلعة. يا ابني ما تخلص اكل بقى، خلينا نقفل البازار ونروح يا ابني. يا دولا يعني بلاش اشحن؟ بلاش اشحن؟ تشحن؟ ما انت بقالك قد ايه بتشحن يالا؟ ده انت واكل يخرب بيتك اكلته كله. يلا يلا خلص يالا. ما تخافش يا رمزي، كل كل كل. عايز اشرب، عايز اشرب. انت الكباب عمالك عينيك كمان؟ ما هو يالا الميه قدامك اهي والكوبايه اشرب. مش قادر يا دولا والنبي اتقني يا دولا اتقني. بس على صدرك مش قادر تتحرك. ماشي ماشي هسقيه. بسرعه بسرعه كمان بسرعه. حاضر حاضر. معدنيه معدنيه معدنيه. الله يرحم ميه البطاريه. اشرب يا شبعت يا رمزي؟ مش عارف مش عارف ايه. يا ابني مش عارف يخرب بيتك بعد ده كله. مش عارف ده بطنه قربت تفرقع حضرتك. ده واجب 3 كيلو. الحمد لله شبعت بقى دول. انا هدخل بقى دول المخزن عشان انام بقى. ايوه خش نام وخد معاك بقيه الاكل ده عشان تفطر بيه عشان بكره عندك شغل. الاكل ده كفيك اسبوع. ماشي دوله اسبوع على خير. يلا 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 هي بكره خلاص الحمد لله الكابوس هيروح. ما قلتليش يعني ان بيجيلك توابيس؟ لا ده كابوس جالي من يومين كده بس ان شاء الله قرب يمشي. فهمتك يا لئيم. ما تروحي بقى يا ست، انت اكيد في البيت عندك قلق عليكي. مش ماشيه الا لما اشوف انت عملت ايه النهارده الاول. عملت ايه النهارده حضرتك؟ ما انت طول اليوم قاعده معايا وشايفه كل حاجه بنفسك. ايه ده بتعملي ايه؟ عضلات وشك فيها معاناه. ده مش عضلات وشي بس، ده كلي. ضميرك مرتاح؟ لا. ليه؟ عشان حاسس ان في شوكه في زوري. شوكه في زوري؟ طب احساسك ايه وانا رايحه بكره النيابه اشهد واطلعك براءه؟ احساسي ان اخيرا اخيرا الحمد لله يا رب غمه وهتنزاح. بس عارف انا محتاجه يومين كمان عشان ادرسك فيهم. يومين ايه؟ لا ما احنا خلصنا الحمد لله ورايحه النيابه، احنا اتفقنا على كده. يومين ايه؟ انا بفكر اكلم وكيل النيابه يديني مهله كمان يومين عشان ادرس حالتك عدل. يومين كمان؟ ده انا اليومين اللي فاتوا طلعوا لي كلو في دماغي. كلو؟ يبقى لازم ادرس الكلو ده. زي ما كنت تعبان وارتحت، زي ما كنت عطشان وشربت، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيب. زي ما كنت تعبان وارتحت. الله يا دولا الله، انت كنت في الحمام يا دولا؟ يلا هو دخول النيابه مش زي خروجها يا ابني. ده انت ما تعرفش النهارده وكيل النيابه قال لي ايه. قال لك ايه يا دولا؟ قال لي غور ياض من وشه وعلى الله اشوفك هنا تاني. ياه انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. يلا نعمل بقى عيد ميلاد بقى يا دولا. لا 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 مش هنعمل عيد ميلاد، هنعمل حاجه تانيه خالص. ايه يا دولا ايه اللي انا قلت لك عليه؟ انا عايزك بقى تنضف لي البازار ده حته حته، ما الاقيش فيه حته ترابايه واحده. فاهم ياض ولا لا؟ انا تخليني اجيب لك كباب؟ انا ياض تخليني اشربك الميه بايدي ياض؟ ايه دولا يعني هم احسن مننا في ايه يعني اللي بياكلوا الكباب دول؟ اي حد في الدنيا بياكل كباب بياكل فول وطعميه احسن منك يا رمزي. انا تخليني اشربك ميه؟ ما هي دولا بصراحه يعني اللي يلاقي دلع يا دولا وما يتدلعش يبقى غبي. انت غبي بدلع او من غير دلع. يلا روح نضف كل اللي بقول لك عليه، اتكل على الله. حاضر بقى دولا بقى. الله دولا الا صحيح يعني ابو الهول مناخيره مكسوره ليه يا دولا؟ مناخير ابو الهول اتكسرت ليه؟ ايوه دولا يعني كان مثلا هو عنده زكام؟ لا كان عنده زكام مثلا مسك منديل راح. لا لا كسر مناخيره. يهبل يهبل. لا دي حكايه طويله. انا احكيها لك؟ يا ريت يا دولا يا ريت يا دولا. ماشي ماشي ما تحكيش الا لما اجي لك يا دولا. يلا ماشي يا دولا. يا مدرسه يا مدرسه يا مدرسه احكي يا دولا احكي. بص يا سيدي
تسمع انت طبعا عن واحد اسمه نابليون بونابرتر؟ لا يا دولا ما اعرفوش ده، ما سمعتش عنه قبل كده. يا نابليون بونابرتر يالا ده معروف جدا، ده بتاع قائد الحمله الفرنسانويه على مصر يالا. هم جم عندنا يا دولا كده ولا ايه؟ الفرنسانويين بقى ما جم مصر ومعاهم بقى نابليون، كان هو بقى الزعيم بتاعهم. فجي بقى مصر، لما احتل مصر بقى ايه، راح سرق كل الاثار وكل الحاجات اللي في مصر دي وخد معاه على فرنسا يا ابني. ايه ده يعني كل الحاجات اللي عندهم دي انا دولا بتاعتنا احنا اصلا؟ امال ايه، انت لو مشيت في الشارع في فرنسا كده هتلاقي مثلا ميدان محطوط في وسطيه مسله، دي واخدها من عندنا. تلاقي ميدان تاني محطوط فيه اللي هو برج ايفل ده اللي هو عندهم، ده واخدينه من عندنا. يا خبر ابيض، دول كلهم يا دولا برج ايفل والمسله والحاجات دي كلها؟ يعني عارف حتى بعد ما شالوا المسله حطوها عندهم وراح شالوا برج ايفل، حتى تلاحظ هم مسمينه ايه، برج ايفل المائل. ليه؟ لان ما كانش معاهم ميزان ميه، بعد ما فكوه من عندنا وراحوا يركبوه تاني مال منهم كده، فسابوه مائل بقى زي ما هو يا ابني. يا مدرسه يا دولا، يا مدرسه، ايه المعلومات دي يا دولا؟ الله الله يا دولا. طب وبالنسبه بقى يا دولا لمراخير ابو الهول، يعني كسرت ازاي؟ قول اساسا ابو الهول اتبنى ازاي؟ لازم تكتسب المعلومات مني يا ابني، انت مش هتلاقي الفرصه دي. ماشي يا دولا، انا اسف يا دولا. ابو الهول اتبنى ازاي اصلا؟ ابو الهول بقى اللي بناه ابوه، يعني ابو الهول نفسه هو اللي بنى اللي هو التمثال بتاع ابو الهول ده، عشان ايه؟ تخليدا لان ابنه كان نجح في ثانوي هول يعني، فراح جاب له الحكايه دي. يعني ابو الهول ده كان ليه ابن يعني اسمه هول؟ وسموه هول عشان ام هول ولدت هول في الصاله في الهول يعني، عشان كده سموه بقى هول، وده ابو الهول ودي ام هول وكده. طب وكسروا بقى مناخيره ليه يا دولا بقى؟ ما هو نابليون بونابرتر ده اما جه مصر ايه، بعد ما سرق بقى برج ايفل وبعد ما سرق الحاجات دي كلها، ما عرفش يسرق اللي هو التمثال نفسه بتاع ابو الهول ده، فبكوعه راح كسر مناخيره غلاوي. يا سلام، يعني هم سرقوا المساله وسرقوا برج ايفل وما عرفوش يسرقوا ابو الهول؟ لا، ما هم كانوا عارفين يسرقوه، بس هم وجايين بالعتله ولا اهل مطك دي اللي تخليني مش احكي لك حاجه تانية، وانت اللي مش هتستفيد من معلومات التاريخ اللي انا بقولها لك. يا دول ما انا عايز افهم يا دول، واحده واحده يعني. من غير ما تفهم اللي انا اقوله لك تاخده كده اهو وتمشي بيه على طول. ماشي يا دول. روح روح يلا نروح ننضف البازار. يا دول هو ابو الهول مش حكي لك تاني، مالكش دعوه. كان قاعد ليه كده يعني؟ متضايق منك، متضايق منك ولا يلا. منهم ولا ماشي. نضف البازار ماشي بقى، ومش عايز تمثال على نقطة تراب. ماشي يا اخويا ماشي، يلا نضف الكل شويه، نضف البتاع.